ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيراً كبيراً في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي، وأنا سعيد أن يكون معايا ضيوف مباركين بنعمة الرب يسوع المسيح. نعالج حلقة مباركة جدا، وهي بعنوان حرية مجد أولاد الله. حرية مجد أولاد الله اللي هي طبعا بتخص شعب الرب، شعب المسيح المفديين الذين تمتعوا بخلاص ربنا يسوع المسيح، الذين آمنوا بصليبه، آمنوا بذبيحته، تطهروا بدمه، صاروا من المفديين وصار لهم المجد اللي مكتوب عنه المجد العتيد أن يستعلن فينا. في مجد رح يستعلن في أولاد الرب اللي هي كنيسة المسيح. بسمي الكنيسة المسيح بشعبها عروس المسيح، بسميها طبعا شعوب المفديين، لكن النتيجة أنه صار للمسيح الحقيقي، ليس الذي ولد في بيت مسيحي لكن هو مسيحي حقيقي، تاب عن خطاياه، قبل المسيح، ولد ثانية بالروح القدس، صار خليقة جديدة كما يقول الوحي المقدس، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. هل كل هالأشياء تمتع فيها؟ لكن بعد ما تمتع بالمجد، إنما الكتاب بيقول أنه سيستعلن هذا المجد عندما جاء ربنا يسوع المسيح، وبالتالي طبعا يكون في تحول للأجساد، أجسادنا تتحول وناخد أجساد سماوية ممجدة، ورح نعالج الموضوع كله بنعمة الرب في الحلقة. أنا سعيد جدا جدا أن يكون معنا خادم الرب المبارك، شيخ بالكنيسة ومسؤول وخادم بكنيسة جمعية خلاص النفوس، وأيضا بكنيسة كينزي جروف، كنيسة الإخوة في سيدني، وطبعا له خدمات أخرى ونشكر رب من أجله. خادم الرب المبارك سمير جندي، أهلا وسهلا أخ سمير. أهلا سيد جون، سعيد أنك أنت تستضيفني. الرب يباركك في الحال هذه، ربنا يباركك الحياة. البرنامج ده عزيز على قلوبنا جدا، أشكرك. وإحنا بننتظره من أسبوع لأسبوع، وربنا يباركك ويستخدمك بركة. خلينا إياك ونشكر رب من أجلك، وأشكرك دائما دائما مشجع حضرتك. أنا تعرفت على حضرتك يمكن حوالي 32-33 سنة في سيدني عمر، ونشكر رب، الرب يكمل معك ويحسن إليك، وما حدش منا يسبق التاني، كلنا حنطلع بالاختطاف. أمين. لما المسيح يخطف كنيسته. أمين. أمين. وأنا سعيد جدا أنه يكون في معنا لأول مرة بأستراليا طبعا خادم الرب المبارك المرنم سعيد رمضان، نشكر رب من أجله. أنا طبعا شخصيا ما تعرفتش عليه، لكن عدد خدام قالوا لي أنه من الإخوة المباركين، وفعلا تعرفت عليه اليوم ولقيته فعلا أخ طيب ومبارك. طيب يعني باللبناني كويس، يعني مش طيب يعني على نياته. كويس، ونشكر رب من أجله وبحب الرب. أهلا وسهلا فيك أخ سعيد، ورب يستخدمك ويباركك. بعد ما رحب بضيوفي، حلو أنه ننطلق بترنيمة ونسمع الصوت الحلو. أمين. والرب يستخدمك في كل مكان وليس فقط هنا. أمين. وأيضا رح يكون معنا بنعمة الرب يسوع المسيح خادم الرب المبارك على سكايب من ملبون، خادم الرب المبارك القس سامي نحميا قلدس، خادم الكنيسة المعمدانية في ملبون. الرب يبارك ويستخدمه. إذا كان موجود معنا منسلم عليه حضرة المخرج. طيب أوكي، نسمع ترنيمة ومسلم على الأسيس سامي بعد قليل. يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي. يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي. بنشد واهتف متعزي، ده أقامني معاه من الموت. كل الأمجاد أعطاني، مات عني حبيبي وفداني. كل الأمجاد أعطاني، مات عني حبيبي وفداني. اسمه القدس عنواني، راح أغني وعلي الصوت. يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي. بنشد واهتف متعزي، ده أقامني معاه من الموت.
مجدا ومبارك اسمك يا واجب لحياتي بشخصك مجدا ومبارك اسمك يا واجب لحياتي بدمك صرت مليكي مفيش زيك راح أغني وعلي الصوت يا غنى يا بإلهي وعزي ده أبويا بقى سيدي وكنزي بنشد واهتف متعزي راح أغني وعلي الصوت بركات بركات على راسي حط الأكل على راسي بركات بركات على راسي حط الأكل على راسي والروح عربون لمراضي راح أغني وعلي صوتي يا غنايا بإلهي وعزي ده أبويا بقى سيدي وكنزي بنشد واهتف متعزي ده أقمني معاه من الموت من مثلك من في جلالك ربوات أجناد قدامك من مثلك من في جلالك ربوات أجناد قدامك والعرش العالي مقامك راح أغني وعلي الصوت يا غنايا بإلهي وعزي ده أبويا بقى سيدي وكنزي بنشد وأهتف متعزي ده أقمني معاه من الموت يا كنيسة جللي بفديك يا عروسته بزينة بهية يا كنيسة جللي بفديك يا عروسته بزينة بهية مسنود عليه وقوية غني له بعلو الصوت يا غنايا بإلهي وعزي أبويا صار سيدي وكنزي بنشد واهتف متعزي ده أقمني معاك من الموت هللويا أحبائي بس للتذكير والتنويه أنه الأخ سعيد رمضان المرنم المبارك موجود بكنيسة كينز جروف الإخوة بسيدني وأيضا في جمعية خلاص النفوس بانكستاون في سيدني وله خدمات مش عارف كم يوم رح تبقى يمكن حتسافر على ملبون كمان على ملبون كمان طيب امين فاذا هو باقي تقريبا شي شهر زمان او اكثر امين 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 الرب يستخدمك ويباركك ونشكر الرب من اجلك ويحميك ويحمي شبابك انا مبسوط اكون معاكم بصراحه وبشكر الرب لاجل برنامج اكثر من راي اشكرك وعايز اقول مش اكثر من راي ده اكثر من رائع صدقني ونشكر الرب في مصر ليه قبول وليه متابعه كبيره جدا والناس بتنتظره الرب. عشان انا بقول كده عشان انا من مصر عايش في مصر يعني الرب يباركك يا رب فالرب يبارك البرنامج يبارك حضرتك واشكر الرب اني مع حضرتك ومع رجل الله أشكرك. اخ سمير والرب يدينا حلقه طيبه في اسم المسيح اشكرك حبيبي الرب يباركك ويستخدمك ونشكر الرب من اجلك والرب ياخذ بيدك باستمرار أمين. ويرفعك أمين. اكثر فاكثر أمين. باسم المسيح معنا حضره المخرج الاسيس سامي سلم عليه ونرحب فيه اهلا اسيس سامي الرب يباركك ازيك يا سيدي شو ربنا يبارك حضرتك ربي يبارك حضرتك الاسيس سامي قلدس احبائي مثل ما قلت انه هو خادم الاسيس بكنيسه الكنيسه المعمدانيه بكريجي بيرن مش عارف اذا هيبقى بكريجي بيرن وبعدين هيكون بمحل تاني بس حاليا بكريجي بيرن بملبون فربي باركك ويستخدمك اسيس سامي واشكر ربنا اجلك شكرا اسيس شو انا مبسوط اكون مع حضرتك النهارده واكون مع ضيوفنا الاخ سمير والاخ سعيد شكرا والحاجه الحلوه انه الثلاث ضيوف بتوع حضرتك النهارده يا سيدي جون بيبتدوا بحرف السين فدي حاجه جميله ربي حلقه طيبه ويبارككم دي انا ما انتبهت لهاش يعني ده في كنز عاده بس يجي ثلاث اشياء بيقولوا بانه في كنز yes. هو الرب يسوع الكنز الحقيقي هو في وسطنا صحيح. حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثه مش بحرف السين بحرف الجيم والسين وغيره الابجديه كلها
الرب يسوع بيقول هناك أكون في وسطهم. هللويا. أمين. الرب يسوع في وسطنا، نحن بنرحب بجلاله ونشكره من كل قلوبنا. طيب أخ أسيس سامي، طالما حضرتك موجود معنا على الخط يعني بنرحب بحضرتك، وبذات الوقت الموضوع حرية مجد أولاد الله. ماذا تريد أن تعلق في البداية وهيك حتى ننطلق في الموضوع؟ الموضوع مكتوب في واحد من أعظم الأصحاحات، كل كتاب مو حبيبنا الله وكله غني وغزير في البركة لكل المؤمنين من التكوين للرؤية، لكن أصحاح 8 من رسالة روميا أصحاح عظيم، ومكتوب فيه هذا الوعد الكبير عن حرية مجد أولاد الله. لكن أعلق بسرعة عن الأصحاح، إنه ده أصحاح الروح القدس في الكتاب المقدس، مكتوب فيه تعبير الروح القدس أو روح الله أو روح المسيح حوالي 21 مرة. أصحاح بيبدأ بلا شيء من الدينونة وينتهي بما لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح. أصحاح يبدأ بالمسيح يسوع في عدد واحد، لا شيء من الدينونة عليهم في المسيح يسوع. أصحاح ينتهي برضو بالمسيح يسوع، بيقول أن لا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. فنتوقع كنز في هذا الأصحاح، وأحد هذه الكنوز هو الذي ننتظره بعد فداء أجسادنا، وهي حرية مجد أولاد الله. إن كانت تتكلم عن الخليقة، لكن روحيا نحن جزء من هذه الخليقة، وإن كنا لنا أمجاد أعظم من الخليقة كأبناء لله في المسيح يسوع. أمين. أشكرك جدا أسيس أخ سمير. أنا رح بقرأ الأصحاح مش كله، رح بقرأ جزء منه، وحضرتك رح بتعلق على الموضوع اللي طبعا حلو ناخده تقريبا يعني بطريقة مع بعضه، يعني كأنه تدريجيا مش بس على حرية مجد أولاد الله. أحبائي، بحسب رومي الإصحاح الثامن أخذنا العنوان من هذا الإصحاح، وهذا الإصحاح طبعا الكتاب المقدس رائع، كله كلمة الله رائعة، والإنسان اللي بيحب كلام الله ده إنسان فعلا فعلا إنسان اختبر نعمة الله ومولود بالروح القدس، لأنه الذي لا يحب كلمة الله إنسان ما عرف قيمتها ولا اختبرها ولا ذاقها. بيقول الوحي بحسب رسالة رومي الإصحاح الثامن والعدد 18 أو الآية 18، بيقول فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر، في آلام في الزمان الحاضر، لكن هذه الآلام لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، في مجد رح يستعلن، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل. وبيقول ليس طوعا، يعني مش برضاها الخليقة خضعت، لأنه سقط آدم فبالتالي خضعت الخليقة كلها للسقوط والبطل. بيقول ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، فإذن هي خضعت لكن هناك رجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق، سوف تتحرر، ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، تتمخض كما لو أنها بمخاض الوالدة، وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح. نحن عم يتكلم بولس كرسول أنه أخذوا الروح القدس باكورة الروح، ونحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، يعني نحن مؤمنين بس عنا أنين لأنه الخليقة كلها خاضعة للبطن، متوقعين التبني فداء أجسادنا، يعني نحن عم نتوقع ونرجو أن ننال فداء الأجساد. أخذنا خلاص المسيح بس بعد ما أخذناش فداء الأجساد، يعني جسدنا بعده جسد بشري متألم، محتاجين نطلع من هذا الجسد بجسد سماوي. وبيقول لأننا بالرجاء خلصنا، بالرجاء يعني نحن آمنا وعندنا رجاء أنه المسيح سيتمم الوعد، لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، من الشيء اللي عم نرجوه مش عم نشوفه، فإننا نتوقعه بالصبر. آمين. ليبارك لنا الرب هذه الأفكار ونتوسع فيها تقريبا تدريجيا. بتحب أخ سمير نبتدي في بداية السلم، يعني احنا قرأنا أنه آلام الزمان الحاضر، بسرعة نحل الموضوع آلام الزمان الحاضر، هذه الآلام التي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيها. هو الحياة يا أخي جون، الموضوع موضوع قيم جدا، في نفس الوقت موضوع مهم جدا بالنسبة للمؤمنين. نعم. لأن الخليقة كلها بتئن،
والكل بينتظر هذا الوقت اللي فيه يستعلن الله أو يظهر مجد الله عشان تظهر أمجاد المؤمنين وعشان الخليقة أيضا تتحرر من العتق اللي هي فيه. عشان كده في الرسول أول ما يتكلم عدد 18 زي ما حضرتك بيقول أني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس. حسبها وحسبها مظبوط، مهما كانت الألام اللي بيكتس فيها القديسين في كل مكان لا تقاس إطلاقا بالمجد العتيد. وطبعا إحنا منتظرين هذا المجد، إحنا بيقول متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. حسبة مظبوطة جدا، إحنا مرات كتيرة بنفكر أو بنحسبها بس للأسف مش صح، بنحسب أن ألام وضيقات ومتاعب للي يمشوا مع المسيح، لكن في الحقيقة بننسى أن هذه الألام ألام وقتية وأن الأمجاد أمجاد باقية وثابتة ودائمة. عشان كده يقول خطف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل المجد أبدي. عشان كده إحنا محتاجين فعلا أن ننظر إلى المستقبل، ننظر إلى الرجاء الحي الموضوع أمامنا عشان نتشدد ونتشجع. إحنا مرات كتيرة بنحسب أن بس ألام في الطريق ومتاعب وضيقات بتقابلنا ودي كلها بتمر على كل الناس، لكن إحنا بننسى أن إحنا موعدين ولينا رجاء وثقة كاملة أن في يوم من الأيام هنكون مثل الرب لأننا سنراه كما هو. طيب للتوضيح بس حتى ما حدش يفهم أنه رح نكون مثل الله، يعني مثل الرب مثل الله، قصده فيها الكتاب المقدس المسيح لما أخذ جسد بشري من العذراء المطوبة، وهذا الجسد المسيح بهذا الجسد قدم نفسه ذبيحة، بنسميها نحن ذبيحة بالروح، يعني قدم نفسه لله بلا عيب بالروح القدس. طبعا لما مات المسيح وقام بجسد سماوي على صورة جسد مجد المسيح، المؤمنون سيكونوا على هذا المنوال، لكن هو رح يكون البكر، هو رأس الكنيسة، ونحن سنكون مثل ما بيقول الكتاب المقدس بحسب رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث بدءا من أي رقم 1 ونزول. أخ سعيد، تعليقك حول الأفكار اللي ابتدينا نقراها تدريجيا، إذا بتحب تضيف على فكرة الألام أو بتحب ننزل قليلا قليلا، لأنه في شهادة الروح القدس للمؤمنين وهذا شيء يعزي قلب الإنسان. يعني أنا طب كيف بعرف حالي مخلص؟ كيف بعرف حالي أنه أنا من يعني سيكون لي مجد؟ مين اللي بيدعمني؟ أنا ممكن بلحظة يطير كل شيء من رأسي، لكن اللي بيثبتني وبيعطيني شهادة في نفسي هو الروح القدس. تفضل. إحنا عشان بنتكلم النهاردة عن حرية مجد أولاد الله، إحنا لازم نبقى عارفين إحنا كمؤمنين إحنا في عالم موضوع في الشرير. أمين. بس مش أمين يعني أنا موافق، بس أمين على كلامك. فبولس الرسول الرب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أيوة إحنا في العالم لكن في منتهى في حالة الضعف، لكن هيجي في وقت زي ما قال بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق، يعني أنا عايز أتحرر من اللي أنا فيه ده، أنا حاسس بعبودية، حاسس بقيد، حاسس أني مقصور في العالم وفي جو العالم وفي الشر وفي الخطية المحيطة بنا بسهولة، فعايز أنطلق بقى، عايز الوقت اللي فيه أكون مع المسيح والمسيح يملك علي والمسيح ياخد مكانه الحقيقي علشان يتحول المستقبل لغد أفضل. فأنا عايز أشجع كل واحد ممكن يكون بيمر بظروف صعبة مؤمن وحاسس أن مفيش رجاء، لا أنا عايز أطمنك الرجاء في المسيح، وأن في وقت فيه أولاد المسيح هيكونوا في المكان الصحيح حتى لو العالم مش عاطيهم قيمتهم ومكانتهم حاليا. أشكرك جدا. أول مهم أن مش بس بولس هو اللي بيحسب ألام الزمان الحاضر لا تقاس، لكن ده موسى مثلا يقول حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. إبراهيم مثلا حسبها صح، حسب أن الله قادر من حتى لو قدم ابنه ذبيحة الله قادر أن يقيمه من الأموات. هو رب كان عم يمتحنه أنه يقدم ابنه، بس رب ما بيقبلش الذبائح البشرية. تمام. عشان كده إحنا راجب أن إحنا نقعد نفكر جديا أن لازم نحسب الأمور صح، لا نفشل، وإن كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد
يوما فيوما. أمين. أسيس طبعا قبل ما سلم الأسيس سامي أحبائي الكلام، بحب ذكر حضراتكم أنه نحن عم نبث على 14 قمر اصطناعي من خلال قناة الكرمة العالمية في كل الأرض، بتغطي 98% من الأرض، لكن أيضا لنا جمهور بالفيسبوك لايف. حاليا الكرمة طبعا عم تبث برامجها أيضا على خاصة البث المباشر على الفيسبوك لايف، يعني بث مباشر. فالجمهور اللي عم يتابعنا عم يكتبوا لنا أحيانا كثير، نحن منشوف الكتابات بس ما بنقدر نحن نرد على كل رسالة، بس أنا بشكركم من كل قلبي، وخاصة اللي عم يتابعوني حاليا بالبرنامج برحب فيكم أيضا وأشكر رب من أجلكم. كملوا معكم، رب يكمل معكم، وصلوا لأجلنا. إذا كان في رسالة خاصة بتحب تقولوها معينة محددة اكتبوا لنا إياها، أنا شايف الرسائل قدامي هنا. لكن أيضا بذكر حضراتكم أنه ممكن تتواصلوا معنا على الموبايلات، على يعني على الفايبر، في عنا رقمين فايبر على الشاشة بيظهروا، وفي عنا أرقام أخرى بأمريكا محلي، بأستراليا محلي، بنيوزيلندا محلي، ببريطانيا محلي، وعدا عن ذلك في عنا أرقام فايبر. إذا بتحبوا تعطونا تعليقاتكم حول الموضوع، عنوان الحلقة حرية مجد أولاد الله، نحن كمؤمنين لنا مجد وسيأتي وقت ونتمتع بهذه الحرية وحرية الأمجاد. فبرحب بحضراتكم على الكتابات وعلى الاتصالات. أسيس سامي طبعا حضرتك عم تسمع التعليقات اللي ابتدينا نمشي فيها تدريجيا، مثل ما كنت عم بحكي مع الأخ سعيد أنه اللي بيثبتنا وبيشجعنا في دواخلنا أنه شهادة الروح القدس فينا، كما قرأنا أنه الروح القدس نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فنحن أولاد الله، نحن صرنا أولاد الرب، فهذا الشيء بيثبتنا حتى نقدر نوصل على الأمجاد ونتمتع بالأمجاد، وبيعزينا في رحلة البرية، رحلة الألم. تفضل أخي الحبيب. هي لازم تبقى من جوه، يعني لازم روح الله هو اللي يدينا يقين بالمجد، فلما نجتاز في الألم يقين المجد يخلينا دايما حاطين عينينا فوق ومكملين. بحثت كتير في العهد الجديد بالذات، و غالبا لقيت كل مرة الكتاب يذكر كلمة الألم أو الأنين أو الضيق بيجيب معاها صورة من صور المجد. يعني ما فيش تقريبا مرة في العهد الجديد ذكر الألم ومشتقاته إلا ما ذكر المجد ومشتقاته. يعني الآية الثانية المشهورة في هذا الموضوع في كورنثوس الثانية أصحاح 4 بتقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية، ده ألم، الكتاب يقول تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن ناظرين غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل التي لا ترى. فدايما لما المؤمن بالروح القدس اللي داخله زي ما الاخوه قالوا بيشوف بروح الله المجد العتيد، كل الام في الزمان الحاضر مهما كانت كثيره او قليله، لكن هذه الالام تدريبات للمجد العتيد الذي سيستعلن فينا. فبحسب موضوع الحلقه علشان نتمتع بحريه مجد اجلاد الله كجزء من هذه الخليقة قد نجتاز الألم، فإزاي وإحنا في هذا الألم ننظر إلى فوق ونعرف كيف نكمل الطريق بهذه الألام لكي نرى المجد العتيد المستعلن فينا. السي سامي ربي باكك وأشكر من أجلك. طبعا بنتابع الحديث مع أخونا الحبيب الأخ سمير. أنا حاطط عندي نقاط أخ سمير، أنه نحن يعني في ألام لكن احنا أخذنا روح الروح القدس اللي هو سمي الكتاب المقدس سماه روح التبني. الروح القدس بيشهد لنا أنه نحن أولاد الله، لكن أيضا بيشهد لنا أنه نحن صرنا ورثة. الإنجيل بيقلنا هوني بحسب رومية 8 بيقلك إن كنا أولاد، إن كنا بنين، طبعا بيقول بعدد بيقلك مثلا بحسب عدد 14 بيقول لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أو أبناء الله، إذ لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، نحن ما أخذناش روح العبودية، نحن أخذنا روح القدس، بل أخذتم روح التبني، أي روح القدس الذي أعطانا التبني بربنا يسوع المسيح. بيقول أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب، يعني بالروح القدس صار فينا نقول له يا بابا يا أبي. عشان هيك المسيح علمنا إن أردتم أن تصلوا فصلوا هكذا أبانا الذي في السماوات. ما فيش ولا عقيدة في العالم تقدر تقول لله يا أبي مباشرة بالتعليم، ممكن هم يزيدوها بتعاليمهم هم يخترعوها، لكن بحسب الكتاب المسيح نفسه قالنا إن أردتم أن تصلوا صلوا هكذا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. فنحن بهذا الروح القدس
بنقدر نقول يا ابا الاب، بنقدر نعرف انه نحن عندنا ميراث، عندنا نحن صرنا ورثه وبنقدر نكمل الرحله. تفضل. الكلام مزبوط. نعم. هو في الحقيقه ليله ليله الروح القدس ما كنا نستطيع ان نقول ان المسيح رب، لان لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح صحيح رب الا بالروح القدس. صحيح. ثم تاني حاجه ان احنا اول ما امنا ختمنا بالروح القدس. نعم. وصار روح الله فينا يؤكد لنا هذه الحقيقه اننا اولاد الله. يعني مرات كثيره يجي العدو بيحاول يشككنا في البنويه اللي احنا لينا في المسيح يسوع، لكن الروح القدس يؤكد لنا هذه الحقيقه، احنا اولاد الله. مش بس اولاد، لكن ده احنا شركاء، واحنا اعضاء في جسد المسيح، شركاء في الميراث، في الميراث، وفي نفس الوقت لينا عطايا كثيره جدا من خلال الروح القدس. احنا مش بس اولاد، لكن احنا ورثه الله وورثين مع المسيح. نعم. فالمسيح اعطانا اننا نكون شركاء معه في هذا الميراث، نملك معه، هو يملك ونحن نملك معه. هو عشان كده يقول الكتاب ان الالام دي اللي احنا بنكتس فيها هو فيها معانا. في فرق بين الام لاجل المسيح وفي الام مع المسيح. فالالام مع المسيح ان احنا بنحس باحاسيسه. يعني الرب لما كان في الارض كان بيتالم، ما جابوا له مره واحد اعقد واخرس، اعقد واصم واصم. فيقول الكتاب ان هو اول ما شافه الرب ان يعني حاسس بيه، مش حكايه ان هو حط ايده عليه ولمسه وشفاه، لكن احساسه بيه، متالم معه، متالم معه. فاحنا بنفس الطريقه دي احنا لينا مشاعر المسيح زي عواطف المسيح. فالرب له كل المجد، شاف الخليقه كلها انهارت نتيجه سقوط ادم، وكانت النتيجه ان سقطت الخليقه معاه، واصبحت الخليقه كلها تئن، لان الخليقه نفسها تئن، واصبح العالم كله تحت انين. عشان كده بنشوف ان احلى ما في الامر ان احنا مشتركين مع المسيح في مشاعره الطيبه وفي افكاره الحلوه. مش في الام لاجل المسيح. دي الام نتيجه الاضطهاد والاضيقات والاضطرابات، دي الام لاجل المسيح. لكن احنا يعني في الام مع المسيح، احنا نتالم معاه، واللي من يتالم معاه هيتمجد في يوم الايام معاه. اشكرك جدا. طبعا عن سقوط الخليقه الكل بياكل بعضه، وهذا نتيجة السقوط. في ناس بيسألونا طب ليش انه ربنا سامح لهالامور هيدي؟ ربنا مشروع، ومشروع يعني كبير جدا فوق عقول البشر، لكن اللي بنقدر نفهمه انه في الام على الارض، والحيوانات بتاكل بعضها، والناس عم تاكل بعضها. هل ربنا متفرج؟ لا، ربنا بيتدخل، بس طبعا نحن مش ضروري نعرف كيف الرب عم يتدخل بكل امر، لا بالصغير ولا بالكبيره. هو السيد، هو السلطان، هو صاحب السلطان، لكن ما ننساش انه ربنا موجود. انا كتبت لي احدى الاخوات او احد الاحبه قالوا لي لماذا لا تتكلم عن نيجيريا؟ اوكي، الاخت سهير بتقول لماذا لا تتكلم على اخواتنا في نيجيريا؟ قصد فيها لماذا لا ناتي على موضوع نيجيريا وعذاب الاخوه والمسيحيين عامة في نيجيريا. أنا من فترة، من الأسبوع الفاتي أو اللي قبله، كنت عم أتكلم عن نيجيريا، وعم أتكلم أنه أنا أمام الرب يسوع لما بقعد بصلي قدام الرب ببكي لأجل المتألمين، خاصة اللي عم بيموتوا بمصر، واللي عم بيموتوا بغير بلدان، واللي عم بيموتوا بنيجيريا، وبطلب من الرب أنه يتدخل. طبعا الرب قالنا صلوا بعضكم لأجل بعض، وبنصلي وبنوقف في الثغر لأجل بعضنا البعض. نيجيريا مظلومة، بس مش بس نيجيريا مظلومة، في كل العالم في مظالم. باكستان أنا عم شوف أفلام، فيديوهات، الشرطة عم تفوت على المسيحيين عم تضربهم بالعصي وبتزلهم وبتحرق، والناس بيحرقوا الكنائس، والشرطي واقف بيقول لك كأنه مش قادر أعمل شيء. في ظلم في كل مكان، في ظلم بمحلات بالهند، في ظلم بمحلات أخرى، ونيجيريا محتاج أنه نكثف الصلاة لأجلها. بس الرب يساعدنا أنه نصلي بحرارة
ونطلب من السيد الرب انه يتدخل، لانه الرب قال لنا صلوا بعضكم لاجل بعض واطلبوا من اجل بعضكم البعض وصلوا من اجل الملوك والرؤساء وجميع الذين هم في منصب. ليش يا رب؟ لكي نقضي ايام هادئه مطمئنه بكل تقوى ووقار، لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. الى ما هنالك. اخ سعيد، بتحب تضيف نقاط معينه حول المواضيع؟ بتحب تضيف حول الالام اللي عم تتالم فيها البشريه وعم تقن وكيف الناس عم تاكل ببعضها، واين هو الموقف الالهي؟ بصراحة زي ما كنا بنقول إن العالم موضوع في الشرير، وأصبح الألام والاضطهاد في كل مكان. نعم. وكل الخليقة بتئن، يعني حتى الحيوانات الغير أدمية بتئن وتتمخض، وفي إبليس مسيطر. لكن هيجي وقت. طب ليش هالشي صار؟ يعني بس نشرحه للأحباء. لأن الخليقة سقطت. سقطت ليش سقطت؟ سلمت لإبليس. يعني شو ذنب البهائم مثلا؟ البعض بيقول لك شو ذنب البهائم؟ لما سقط آدم هو الرأس نعم. فكل الخليقة كانت وراه سقطت. نعم. فلحد اللحظة دي احنا بنعاني من السقوط ده، ولو اي حد فينا كان فعلا هيسقط، لان ابليس حربه شرسة جدا جدا على خليقة الله اللي الرب خلاك عشان تعبده. لكن هيجي وقت والأجواء دي تتغير لما الرب يعلن ملكه في اسم الرب. طيب وماذا تقول كلمة للمتألمين والمظلومين واللي ناس عم بيموت ناس كتير عم بيروحوا شهداء لأجل المسيح؟ يعني هو الشهيد مش خسارة، الشهيد يعني ده مجد كبير. الرب يستحق طبعا ان احنا زي ما قال بولس الرسول: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني الرب يستحق حياتنا ويستحق كل شيء. لكن عايز أقول لإخواتي المتألمين اللي في ظروف صعبة أن الرب صالح. يمكن أنا مش مقدر اللي أنت فيه أو اللي بتمر فيه أو ما حدش حواليك بيقدر ده، بس الرب الصالح الأمين هو حاسس بيك، وهو يعرف يجي بتعزية وتضميد لجراحك، وهيجي في وقت الرب هيعرف يرفع راسك ويوريك المجد اللي أنت تستحقه. أمين. أشكرك جدا. طبعا أحبائي، يمكن البعض يقول طب أنه يعني إذا سقط آدم ذنبي أنا إيه؟ في ناس كثير بيسألوا هذا السؤال. أسي سامي، يعني إذا سقط آدم وحواء، يعني لماذا أنا يجب أن أتحمل التبعية؟ ولماذا البهائم؟ أنا يمكن خبرتكم مرة أحبائي قبل ما سلم الأسي سامي، كان في عندي جاري من زمان بمنطقة سانت ماريز بسيدني، يعني رجل أسترالي ضخم طويل هيك جبار، كان عمره يمكن وقتها بال85 85، وكان كتير كويس بس كان ملحد. لما جيت عم بحكي معه عن الرب يسوع المسيح، ده موضوع يعني يمكن فوق 25-30 سنة، قال لي: ما تحكيني عن ربنا ولا شيء، أنا ما بؤمنش بالله. قلت له: ليش؟ قال لي: أنا بعتبر أنه لو الله موجود ما كانش بيسيب البهائم بالبراري يموتوا من العطش. قال لي: أنا كنت بالمزارع وكان عندي مزرعة، وكان يموتوا البهائم من العطش لأنه ما كانش في مطر. فالناس عدباني على ربنا. فياريت أسيس سامي تقلنا لماذا الخليقة تئن وتتمخض، لماذا هالظلم كله بسبب آدم وحواء؟ يعني نحن يعني أنا مالي ومال آدم مثلا، مثل ما البعض بيسأل هذا السؤال. تفضل أخي الحبيب. ده سؤال الأسئلة أسيس جون. نعم. السؤال ده سؤال الأسئلة. نعم. لكن أنا هعلق بنقطتين مهمين قوي. الله لما خلق آدم اداله كل السلطان على الخليقة، كان زي ما حيقول رأس الخليقة. نعم. فليس طوعا الخليقة حصل ليها أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل من أخضعها. الذي أخضعت له كان آدم، فعندما أخطأ آدم أخضع هو للخطية، وكل الخليقة التي كان عليه أن يخضعها له صارت للبطل. فهذا الأمر ما نقدرش نحكي فيه كتير، لأنه ده نظام الله، حكومة الله. ربنا ما كانش عايز آدم يخطئ، لكن قال له: آدم أنت عايش في الخير، مش عايزك تعرف الشر. فكانت الطاعة أن يأكل من هذه الشجرة كان لن يعرف الشر، لكن أول ما عرف الشر بقى هو كرأس الخليقة أخضع والخليقة كلها للبطل. فإذن هذا الموضوع له دعوة بحكومة الله في الآدم كرأس الخليقة. لكن ليه الخليقة بتئن، أو ليه الخليقة بتستمر في الأنين نتيجة هذه الخطية؟ رومية 5 بتجاوبنا على السؤال ده يا حضرة الأسيس، إنه بتقول: اقبل مبدأ أنك ورثت الخطية من آدم الأول، فتقبل نفس مبدأ وراثة النعمة أو الهبة من آدم الأخير وهو شخص الرب يسوع المسيح. ففي رومية 5 بيقول: ولكن ليس أو كليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان نفس كلامنا، إن كان بخطية واحد
مات الكثيرون سواء من آدم أو خليقة كلها، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازداد للكثيرين. فإذا إذا قبلنا مبدأ وراثة الخطية التي حدثت نتيجة أن أخضعت الخليقة للبطل، فنقبل بالروح القدس أو بالأولى كثيرا نقبل مبدأ خطية وراثة النعمة بيسوع المسيح. وكنت دايما بحكي عليها لإخواتنا هنا إنه آدم أخطأ، وناس تقول زي ما حضرتك قلت يا أسيس ليه أنا ليه ذنبي؟ طب ما هو بنفس الكلام المسيح لما مات على الصليب، أنا عملت معاه إيه على الصليب؟ أنا لم أمت على الصليب، لكن قبلت بالإيمان أني صلبت مع المسيح برغم أني لم أصلب فعليا. فكما قبلت أني أخذ وراثة الخطية من آدم الأول، فأقبل أن يأخذ وراثة البر في المسيح بالصليب، فأقدر أغني مع رسول بولس وأقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيك. فسهل أوي نقبلها بالإيمان زي ما قبلنا ما حدث من آدم بسبب الخطية وخضوع الخليقة له. أمين أمين. أشكرك جدا أسيس أخ سمير. الحرية اللي عم يتكلم عنها إنه هي رح تجي، هيدي حرية أخيرة. يعني نحن أخذنا في المسيح الحرية الأولى اللي بسميها الكتاب الرب يسوع قال إن حرركم الإبن أي المسيح فبالحقيقة تكونون أحرار وتعرفون الحق والحق يحرركم. يعني أنا أخذت الحرية في المسيح لما بقبل المسيح وبتوب عن خطاياي وبحل فيه روح القدس. لكن الحرية الثانية هي حرية إنه نعتق، نتحرر من هذا العالم الفاسد الباطل، من البطل اللي بسميه الكوربشن، يعني الفساد اللي بيحل بكل المخلوقات. بس واحد يموت فسده، ما فيك تقعد حده. إذا مات البهيمة بيدفنوها بيودوها بعيد، أي شيء بيموت بيطلع ريحة، وحتى المعادن تتآكل، كل شيء خاضع لعبودية الفساد. فسيأتي وقت ونتحرر. فإذا في حرية أولى وفي حرية أخيرة عندما نتحرر من هذا الفساد الذي في العالم. زي ما احنا قلنا ان آدم الاول كان سبب سقوط الخليقة، نعم، لذلك كان لابد ان يأتي آدم الثاني، نعم، او آدم الاخير، هذا التعبير مزبوط، اللي هو الرب آدم يسوع. الاخير او الرب من السماء، من السماء، نعم. فلما جاء الرب يسوع يعني اعطانا الحرية اللي نتمتع بيها دلوقتي، لكن مش الحرية الكاملة أو الكافية اللي فيها تعتق كل الخليقة. عشان كده الخليقة لازالت بتئن، ولازال إحنا مش حاسين أبدا، يعني حاسين بحرية داخلية لكن مفيش حرية خارجية. الحرية الخارجية يعني صعب إن إحنا نعيشها دي، لأن منتظرين الوقت اللي فيه الرب هيظهر، يظهر ذاته. عشان كده يقول الكتاب متى أظهر من المسيح حياتنا حينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد. احنا مش ممكن ابدا نتمتع بالمجد ولا الحريه الكامله الا لما الرب يتمجد. والرب كيف يتمجد؟ الله عندما يسود على الخليقه الجديده، يعني كل الاشياء العتيقه زي ما يقول الكتاب تمضي وتنتهي، لكن يبتدي الرب. احنا بكوره والرب في خلائقه، يعني بمعنى اخر يسوع لابد أن يظهر مرة ثانية للخلاص للذين ينتظرونه. فعشان كده إحنا بنتمتع دلوقتي بالحرية، لكن للأسف الحرية محدودة، أو للأسف حرية ليست كاملة كما يقول الكتاب. لكن حريتنا في المسيح مهمة جدا. لكن إمتى هنتمتع فعلا بهذه الحرية الكاملة؟ لما يجي الرب يسوع ويغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة الجسد مجده. لما يتمجد أولاد الله حينئذ تعتق الخليقة، يعني الخليقة دلوقتي مرتبطة بتمجيد أولاد الله. لما يتمجد أولاد الله حين ذاك الخليقة تعتق من هذا الفساد اللي هي عايشة فيه. عشان كده هو احنا منتظرين العالم العتيد زي ما بيقول الرسول. العالم العتيد يعني العالم الآتي أو الحياة الأخرى، الحياة الأبدية التي لما يكون بيقول الرب ها أنا أصنع كل شيء جديدا. نعم. فالرب لابد أن هيجي ويغير وجه الأرض دي كلها. نعم. كل شيء هينتهي
لكن تبقى الخليقة الجديدة اللي هي الرب يسوع له المجد الرأس بتاعها. حين ذاك نستطيع أن نتمتع بالحرية، وحين ذاك تستطيع الخليقة الجديدة زي ما بيقول الكتاب أصنع كل شيء جديدا، في نفس الوقت يقول إيه سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. فيعني في تشبيه حلو عجبني في أشعياء أصحاح، أقرأ لك جزء منه. أشعياء 11 لما بيتكلم على الخليقة الجديدة اللي هتكون ويكون شكلها إيه. دي بتخضع على فكرة الحكم الألفي، الملك الألفي. نعم، الملك الألفي عندما يملك المسيح. فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدية، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، البقرة والدب تريان، تربض أولادهم معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سربة السل، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان. لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلي من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. وده نشوفه إمتى هيكون. أزمنة رد كل شيء اللي اتكلم عنها الرسول بطرس في أعمال أصحاح 2، عند يرد الرب كل شيء في محل زي ما كان، يملك ويصحح كل شيء، يصحح ويرد. زي بالظبط يعني في البداية احنا بنقول ان آدم ربنا خلقه في حالة تبرير كامل، وكانت الجنة ليه كلها، الأرض كانت كلها حلوة ومباركة، لغاية لما سقط آدم سقطت معه الخليقة وانتهى الموضوع التبرير. لكن لابد ان يجي الوقت الثاني علشان تعتق هذه الخليقة، وعلشان خاطر نتمتع بالحرية الكاملة اللي لنا في المسيح يسوع. آمين آمين. قبل ما سلمك أخ سعيد، بس في بعض الرسائل. الأخ شدرخ بيقول سلام المسيح معك أسيس جون، بشخوصنا لما نشخص يعني بشخوصنا الدائم على المسيح، ده بيضعنا يعني بحطنا في الأبدية، وما دمنا مع المسيح الأزلي منكون بيكون الوقت اللي هو مرض أو ألم أو تعب كله بيبتلع، لأنه في حضور المسيح طبعا في المسيح الأزلي. العالم وقتي وزائل وسوف يبتلع، يعني الوقتي سوف يبتلع من الأزلي. إذن المطلوب من المؤمنين أن يكونوا في الأقداس، لأنه صار لنا قدس الأقداس، صار لنا الأقداس، وصار لنا حق ندخل في حضرة الرب يسوع دخول دائم إلى الأقداس. وهذا الشيء بيحفظني من العالم الشرير ومن كل مغرياته ومن حتى من ألامه وإن كنا نتألم. أمين. الرب يباركك أخي. الأخت مها بتقول الممنوع مرغوب، من سنين ليست بقليلة دخلت على موقع مسيحي، لقيت أيقونة بتقول لا تضغط على الأيقونة دي خطر، وجذبني حب استطلاعي للضغط. انفتحت رسالة ملونة تقول هكذا فعل آدم وحواء، احنا مش احسن منهم. حلو، ربي باقي ياخد معها. فنحن طبعا بعالم مؤقت كما يعني قرأنا وكذا، وعندنا نحن طبعا حب الحشرية والاندفاع وكذا وكذا، ونحن تسببنا لنفوسنا بالألم، تسببنا لنفوسنا بالألم. لكن الأخ سمير قال عبارة رائعة جدا، وإن كنا لا نتمتع بعالم بهذا العالم الذي وضع في الشرير، نتمتع مثل بيقولوا ما فيش هالأشياء المشجعة. ما هو العالم كله بيأكل بعضه، يعني علمك يوم كويس عشرة مش كويس لولا نعمة المسيح. لكن الحلو اللي قال عبارة أنه نحن نشعر بحرية داخلية في المسيح إلى أن تتحقق الحرية الأخرى. هيدا الشعور الداخلي، هيدا اليقين الداخلي، هيدا لا يستطيع أحد أنه يخترعه اختراع ما لم يكون قد فعلا عمل المسيح في حياتنا من الداخل. فنحن نتكلم قليلا عن موضوع الحرية الداخلية والتمتع بالسلام اللي المسيح قال عنه سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أنا أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أنا بس جيف في ذهني مشهد الفتية الثلاثة في أتون النار. نعم، يمكن من المشهد دخلوا نار والملك وصى أنه يحمل أتون 7 أضعاف وخلاص، يعني ده عرضهم للهلاك وانتهت حياتهم في الأمر بتاع الملك. نعم. لكن لما دخلوا أتون النار الحقيقة النار ما عملتش أي حاجة، قاد الألم اللي الناس ممكن تكون بتخاف منه، النار ما عملتش أي حاجة غير أنها فكت الحبال اللي كانوا مربوطين بيها.
واصبحوا حرين جدا جوا النار وبيتمشوا. وفجاه بيجي الرابع اللي معاهم شبيه بابن الاله زي ما عبر الملك نبوخذ نصر. فممكن الناس تبقى حاسه ان في الام. طب فين انا حاسس ان داخل في وقت صعب؟ ممكن يكون ناس داخل في وقت صعب، انا عندي مرض وانا عندي ظروف دخلت فيها، بس تاكد ان الرب يعرف يحول في المرض ده امرك وظروفك ومشهدك لحريه وسلام وفرح غير عادي. امين امين. الاخت دنيا بتقول الاخ المبارك القس جون نمور، انا اتمنى ان ننظم مسيره باسم انه بتقول المسيره نحن ابناء المسيح، وتكون في يوم واحد في كل دول العالم ونعلم بصوت عالي نحن ابناء المسيح، تكون مسيره سلام مش تكسير طبعا مثل ما الناس بيعملوا مظاهرات، وترانيم بكل اللغات، وطبعا نستنكر فيها الاضطهاد المسيحي في كل مكان. ربي يباركك ويبارك ضيوفك الكرام. يا اختي انا بحب يعني الموضوع، يا ريت يحدث بس مش سهل يعني، لانه اوكي عملنا اليوم مسيره وقلنا له للناس بليز ما بقاش تضربونا ولا تقتلونا ولا يعني انت عم تطلبي من مين؟ يعني عم تطلبي من العالم الظالم؟ عم تطلبي من ابليس اللي هو رئيس هذا العالم؟ عم تطلبي من اتباع ابليس؟ ما هو ابليس يتلذذ بعذاب المؤمنين. انا برايي ننظم صلوات، تضرعات، ابتهالات، تشفعات يعني امام الله، ونصلي لأجل أنه الرب يرحم الناس الأشرار حتى ينضموا إلى حظيرة خراف المسيح، يعني إلى كنيسة المسيح. بس بتمنى أنه هذه المسيرة تصير. ما بعرف أنه إذا حدا عنده يمكن إجابة أخرى. أسيس سامي بتحب تعلق على الموضوع ده قليلا وبعدين متحول على السؤال الثاني؟ احنا ملناش في حتة أنه نعمل مسيرات ناحية البشرية، لأنه احنا عندنا الأعلى فوقها ما يلاحظ. عندنا شخص الله اللي نقدر نحكي له عن الألام وعن ما يحدث حوالينا. طبعا شايفين الأمور اللي بتحصل في العالم تزداد كل يوم سوءا، لكن هذا يقربنا لأنه يتقدمون إلى أردب، فإحنا متأكدين وعارفين أن هذه الأمور هي تأكيد لقرب مجيء الرب. علشان كده في جزء ليه دعوة باللي كنا لسه بنحكي فيه، أنه مش شايفين أن الله كل شيء خاضع له. في عبرانية 2 يقول لأنه إذ أخذ عن كل له للمسيح لم يترك شيئا غير خاضع له. لكن في جزء في الآية رائع يفرحنا ويرد على موضوع المسيرات، يقول على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. يعني حقيقة مش شايفين كل مخضعا له، احنا عارفين أنه أخضع له كل شيء بعد الصليب لكن لا نراه الآن، فنشتاق إليه فنصلي. يعني زي ما حضرتك قلت نصلي ونتضرع إلى الله ونعمل اجتماعات صلاة في الكنائس في كل مكان في العالم حتى الله يحفظ ويبارك ويحمي ويشجع وسط الألم، وروح الله يدي عايز أقول سبيشيال باور في الوقت ده علشان يخلي المؤمنين يحتملوا الألام والضيقات اللي حاصلة، مش بمسيرات لن تقدم ولا تؤخر بحسب ما أفهم يعني. يعني فإذا نحن بنقدر نقول أسيس سامي الرب بيعطينا الصبر في الانتظار، لأن الكتاب المقدس كما قرأنا أنه يعني رح نصبر. طبعا الزمن الطويل لشعب الرب إن كان ما قبل المسيح أو بعد المسيح زمن طويل، يعني حسب ما أنا إيماني آلاف السنين مرت والبشرية متألمة والله متمهل، ولكن طبعا بيعطي تعزيات لكل إنسان في العالم لحد ما يقدر ينتصر على تجارب الحياة المتنوعة. لكن بذات الوقت الرب يعطينا نعمة. أنا شخصيا بقول طب أوكي أنا قديش بدي أعيش؟ قديش بدي أعيش؟ مهما يطول العمر رح تنتهي الرحلة، أهم شيء عندي أني أنا يكون عندي فعلا يقينية الرجاء في المسيح وثابت في المسيح وعيوني شاخصة على المسيح مثل ما قلنا، والرب يعزي قلوبنا من هذه الناحية. تفضل أخ سامي. طبعا بس سيزيون نحط عنا على الرب نصبر، لأنه الألم زي ما حكينا في أول الحلقة الألم ليه دعوة بالمجد، فإزاي أخذ مجد عتيد إن لم أجتاز في الألام؟ فلازم نعرف أن المعادلة عند الله في الأرض دي أن احنا الله يسمح بالألام عشان ينقينا، علشان يخلينا دايما حاطين عينينا لفوق. من غير ألام من غير مشاكل مش هيبان أبدا الإيمان. يعني لو ما عنديش مشاكل هيبان إزاي إيماني؟ عشان كده الله إداني إيمان يعدي المشاكل ويخليني مرفوع وسط الألم، وأنا أرى المجد
العتيد، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، ونحن ننتظر ونتوقع هذا الاستعلان في أقرب فرصة، لأنه الرب قريب جدا جدا من أي حد ينتظر أو يفتكر يعني. أمين، أشكرك جدا. أحبائي رح ناخذ مكالمة من بيرث من خادم الرب المبارك الأسيس يوسف ميخائيل، راعي الكنيسة هناك الرسولية أو الكنيسة العربية في بيرث. أسيس يوسف الرب يباركك، أنا كان عندي اليوم صدقني أمام الرب عندي حدث يقول أنه اليوم الأسيس يوسف بده يتصل فينا. أقول الصدق في المسيح. الله يباركك يا سيد جون، وحمد لله على السلامة. ربي باكك. ونشكر الرب لأجل سلامتك ورجوعك مرة تانية للخدمة. ربي باكك، يعني الروح القدس فسد عليك، قال لي إنه حيتصل فيك الأسيس. لا عن جد، عن جد. اليوم إجاني روح واحد، وأنا برضو حاسس الصبح كده إن أنا يعني محتاج حتى أسلم عليك وأسلم على الحبايب الموجودين معاك. ربي باكك. الوالد العزيز الأخ سمير، ربي يباركه ويستخدمه. يحفظك. وحبيبنا المرنم الرائع اللي ربنا بيباركنا ويشجعنا بالترانيم الحلوة اللي بيكتبها ويلحنها الأخ سعيد، ربي يباركك حبيبي. وخادم الرب الأسيس سامي والحلقة الجميلة اللي بتسمعها. ربي باكك حبيبنا. ربي باكك ويستخدمك، وإن شاء الله الرب يوسع تخومك هناك في الخدمة وفي كل مكان. تفضل أخي أسيس يوسف. الو، تفضل. عم تسمعني حضرة الأسيس؟ أسيس يوسف. طيب ايوه اوكي، تفضل اخي الحبيب، انا عم بسمع حضرتك. هلو، ايوه حضرة الأسيس سامعني؟ انا الصوت يمكن بعيد شويه، سامعني حضرتك؟ نعم سامعك وبكل وضوح. تفضل من فضلك، اعطينا حضرتك ما هي الافكار اللي ممكن تحطها. ايوه حضرة الأسيس. نعم تفضل يا محبوب أسيس. طيب حضرة المخرج، إذا في مجال الأسيس يرجع يتواصل معنا بسرعة من فضلك. حضرة المخرج، طيب يبدو أن الخط فيه إشكالية يا أحبائي. طيب يبدو في إشكالية بالخط مع الأسيس. أسيس يوسف من فضلك ارجع من فضلك لو سمحت أنه تتواصل معنا، وأنا دغري طبعا مش خليك تنتظر على الخط خالص. طيب معنا الأخ الدولة. أنا سامعك حضرة الأسيس دلوقتي. أوكي وأنا سامعك، تفضل أخي الحبيب، تفضل حضرة الأسيس. حضرة الأسيس، العنوان جميل بتاع الحلقة اللي هو حرية مجد أولاد الله. نعم. وزي ما الأحبة كلهم اتفضلوا وتكلموا ان احنا بننتظر كمؤمنين، ومعانا كل الخليقة بتنتظر وتتوقع. نعم. استعلان مجد أولاد الله. لكن الحتة اللي الرب شغلني بيها فعلا أشارك بيها. نعم. ان لغاية ما ده يحصل يعني. نعم. لغاية ما الأمر ده يتم. روح الله اللي زي ما تفضل الأسيس سامي مكتوب عنه كتير قوي في الأصحاح ده. مش بيسيبنا. yes. الروح يهتم، في اهتمام للروح. yeah. والروح يشهد لأرواحنا. عدد 6 يهتم، عدد 16 يشهد، عدد 26 وهم يعني سهل حفظهم، 6 16 26 يعين ضعفتنا. فاحنا في الرحله الروح بيهتم فينا ويدينا ان احنا نهتم بامور الله. yes. ولو حتى الضغوط يعني اشتدت علينا، وحد وصل لمرحله انه هو مش قادر، يعني خايف وحاسس ان هو بعيد ومش فاهم. yes. هل هو فعلا ابن لله ولا لا، يجي الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد لله. yeah. وأيضا الروح يعين ضعفتنا. نعم. في رحلة الحياة. أمين. هو لو ما الروح القدس عم يشتغل بقوة في الإنسان المؤمن والمؤمنة، ما فيش إنسان بيقدر يكمل الرحلة على الخالص، لا يمكن، لأنه العالم شديد، وخاصة عندما تصير في المسيح. بس تقول أنا للمسيح مش مسيحي بالاسم، هو إذا كان المسيحي بالاسم الخبط براسه ليل نهار، لأنه اسمه مسيحي مع أنه مش عايش مسيحيته. فكان بالحاري المؤمن الحقيقي الذي سلم حياته للمسيح تسليم تام، وعايش عن يعني بعيد عن كل شر، فلا بد أنه عليه حرب روحية هائلة، لكن الروح القدس في المؤمنين يدعمهم من كل وجه. طبعا بتحب تضيف نقطة معينة أسيس قبل ما ننهي المكالمة؟ يعني بأكد تاني انه في معونة من روح الله لينا. أمين. يعني أمين. حضرتك كنت بتتكلم عن التحديات والأسئلة، وصديق حضرتك ده المزارع اللي هو شايف انه يس يس. ربنا لا، هو الناس ساعات تفكر في الأمور السلبية، لكن في أمور إيجابية، في حلول. نعم. في معونة من روح الله، في شهادة جوانا لما نضعف أو نخور، وفي اهتمام الروح بيصنعه. آمين. فالله مش سايب العالم والمؤمنين والكنيسة تواجه تحديات وهو بيتفرج، لكن صحيح. بيقدم لينا وبيعين
وبيساعد وبيسند وبيشهد لأرواحنا أننا أولاد الله لنهاية المشوار. آمين آمين. أشكرك جدا يا محبوب، ربي باكك واستخدمك والرب يسمح نشوفك عن قريب. ألو، ربي باكك أسيس، وإن شاء الله الرب يسمح أنه نشوفك عن قريب بسدني. طيب آمين. يبدو أنه في إشكالية بالخط. أوكي أخ سمير، ربي باكك، شو رأيك ناخد ترنيمة سريعة بدون تعليق من الأخ سعيد، هيك نعزي حالنا فيها ونتعزى بالرب ونرجع لحضرتك بسرعة، هيك حتى نقدر نخلي مجال لأنه معنا مرنم لازم نستفيد منه شوية لأنه بعد معنا حوالي 27 دقيقة ومنوقف يعني منخلص الحلقة. أنا فرحان رغم الدمع اللي بعيوني، مش نسيان إيده يسوع الحانوني. أنا فرحان رغم الدمع اللي بعيوني، مش نسيان إيده يسوع الحانوني. يمسح من عيني الدمعة، يزرع في قلبي الفرحة. يمسح من عيني الدمعة، يزرع في قلبي الفرحة. وبدرب الغربة يهديني، وبدرب الغربة يهديني. يزداد ألمي، يحزن قلبي، تدمع عيني، تدمع عيني. يجي يسوع يفرح قلبي ويعزيني، ويعزيني. وأنا فرحان رغم الدمع بعيوني، مش نسيان إيده يسوع الحانوني. فرحان رغم الدمع البعيوني، مش نسيان إيده يسوع الحانوني. يمسح من عيني الدمع، يزرع في قلبي الفرحة. يمسح من عيني الدمع، يزرع في قلبي الفرحة. والدرب الغربة يهديني، والدرب الغربة يهديني. دمعة عيني واحزن قلبي كلها تمضي، كلها تمضي. وانسى همومي وكل احزاني، وانسى مرضي، وانسى مرضي. وانا فرحان رغم الدمع البعيوني، مش نسيان ايده يسوع الحانوني. يمسح من عيني الدمع، يزرع في قلبي الفرحة. يمسح من عيني الدمع، يزرع في قلبي الفرحة. والدرب الغربة يهديني. يا هللو، أشكرك يا أخ سعيد، ربي باكك، أشكرك. أخ سمير، طبعا نحن نتكلم قليلا عن موضوع فداء الأجساد. يعني نحن هلأ أخذنا الفداء بالإيمان مثل ما بقول كده مقدس، لأننا بالرجاء خلصنا. لكن طبعا الذي ينظره الإنسان ما بيقدرش يرجوه لأنه هو شايفه قدام عيونه، بس نحن نتوقعه بالإيمان وبالصبر. فسيأتي وقت والرب رح يفتدي الجسد. ما هو مفهوم فداء الأجساد؟ هو زي ما احنا قلنا ان الحرية اللي بنتمتع بيها داخليا حاليا، احنا بنتمتع ايضا بالبنوية الداخلية. يعني احنا الان اولاد الله، دي حقيقة احنا نتمتع بيها. لا نعرف ما سنكون، يعني احنا مش قادرين نتخيل ايه هنكون، لكن نعلم انه متى اظهر نكون مثله. عشان كده هو احنا متوقعين هذا التبني لفداء هذه الأجساد. الأجساد دي تفدى بمعنى أن هي لا
ما تخشش في أمراض، ما تخشش في آلام، ما تخشش في تجارب، أجساد تكون صحيحة 100%، زي جسد الرب الممجد بالضبط اللي قام به بعد القيامة. نعم. فالرب يسوع له كل المجد، ظهر بعد القيامة بجسد ممجد، وهذا الجسد هو احنا هنكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. عشان كده يقول الكتاب شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائق، يعني كان الرب بيدي عربون بكورة. لسه بقى الحصاد جاي بعد كده، دي البكورة دي. البكورة ان احنا اولاد الله الان، لكن الحصاد ان احنا هنكون زيه وهنشبهه في كل شيء وهنكون مثله في كل امر. ومرة تانية يقول الكتاب ان احنا في هذه نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، متى او امتى إذ لسنا نريد أن نخلعها بل نلبس مسكننا الذي من السماء. هو ده المسكن، فداء الأجساد هو المسكن اللي هنسكت فيه مع المسيح، جسد جديد، فكر جديد، قلب جديد، حياة جديدة تشابه الرب يسوع في كل شيء. هنكون زيه في بمعنى كلمة في كل أمر. أمين. طب أنا رح بقرأ القراءة اللي قالها الأخ سمير أو اللي تكلم عنها، بس هي موجودة بحسب رسالة يوحنا الأولى والإصحاح الثالث. بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله الآب أحبنا وعطانا سلطان. وأحد الأخوات قالت إنه الرب عطانا. بتقول الأخت ريجينا بيوحنا 1:12 بتقول وأما كل الذين قبلوه للمسيح فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. فهون كمان يوحنا الحبيب بيقول الله الآب أعطانا أنه ندعى أولاد الله، يعني مش مين مكاني إلك أنا ابن الله ابن الرب، نحن كلنا أولاد ربنا، لا مش كلنا أولاد ربنا، معلش كلنا خليقة ربنا نعم، بس نحن specifically بطريقة محددة كل من قبل المسيح ربا وفاديا ومخلصا لحياته، آمن أن المسيح مات على الصليب لأجل خطاياه ومات وقام طبعا والمسيح دفع الثمن، فنحن صرنا أولاد الرب بالتبني بيسوع المسيح. هذا الكتاب هيك بيقول. في ناس عم بيبيعوكم كلام، في ناس من رجال الدين بيقولك لا خلاص كل مين على دينه الله يعينه. نو no. إذا ما بتقبل المسيح وبتاخد التبني بيسوع المسيح، هيك الكتاب بيقول، مش رح تكون ابن للرب. فأنا رح أسمع من حضرتك قليلا حول هذا الموضوع إذا بتحب. هلأ بيقول كتاب، بيقول من أجل هذا لا يعرفنا العالم، اللي عم بيشوفونا ما مش عارفين مين نحن، بس نحن ملوك وكهنة ونحن أولاد الرب. بيقول أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله 100%، نحن أولاد الرب. أنا متأكد أنه أنا ابن الرب لأني قبلت المسيح، والأخ سمير متأكد، والأخ سعيد متأكد، والأسيس سامي متأكد. طيب نحن الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون. هو صحيح انه ما ظهرش لسه، اوكي، ولكن نعلم انه اذا اظهر سنكون مثله. لما بيظهر المسيح رح نكون مثله، مثل ما قلت، على مستوى جسد بشري ممجد، سوري، على مستوى الجسد السماوي الممجد، لاننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو، اي المسيح طاهر. امين. أخ الحبيب، طبعا مش كل اللي بيقول لك أنا ابن الرب. التبني بيسوع المسيح بيعطينا الحق لأنه احنا سقطنا من حقوقنا بآدم، صح ولا لا؟ تفضل. ناس كتير زي ما حضرتك قلت، وأنا بشكرك لأجل التعليق ده، الناس كتير بتقول أي كلام عام. إن أنا تبع ربنا، أنا هروح، أنا كلنا حلوين وكلنا هنروح السماء. لا خالص، الموضوع مش كده. زي ما بيقول الكتاب ليس بأحد غيره الخلاص. أنا ما أمنتش بالمسيح الرب يسوع المسيح بصلبه وموته وقيامته، أنا ماليش أي مكان معاه. لازم أكون متأكد من ده. يمكن ناس بتسمعنا وبتروح الكنائس أو بتسمع البرامج المسيحية أو يمكن بتعمل الطقوس والحاجات المسيحية، لكن بدون المسيح كل اللي بيحصل ده ملوش أي قيمة. أنا ما ينفعش أكون ابن المسيح وأنا بس قاعد برا البيت. يعني مش كل اللي قاعدين برا قصر الملك دول أولاده.
لكن اللي قاعدين جوه معاه في القصر ولهم حقوقهم الشرعية وشايفين دايما الملك هم دول أولاد الملك. لكن مش كل اللي بره، مش كل اللي في الشارع، مش كل اللي يقول أنا تبع الملك يبقى ابن الملك. آمين آمين. أشكرك جدا أسيس سامي. بدي كمان ركز قليلا بعد على الموضوع من فضلك. يعني الكتاب المقدس بيقول نحن يعني متوقعين التبني، مش التبني أنه يمكن يومها يوم من الأيام نصير للمسيح، لا، بيقول متوقعين التبني بحسب رومي 8 وبيحددها، بيقول متوقعين التبني فداء أجسادنا، أي بمعنى نحن 100% صرنا أولاد الرب، ومش ظاهرين للناس نحن أولاد الرب، لكن كل واحد منا بيعرف حاله أنه هو ابن للرب، لأنه الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. لكن أخ سامي بدنا نركز على فكرة أنه نحن بنتوقع التبني فداء الجسد، وبالتالي نحن لما بناخذ فداء الجسد ده بيأكد للعالم فيما بعد وبيظهر لكل الناس فيما بعد حقيقة ما نقوله اليوم أو ما قلناه من قبل أو ما سنقوله بكرة أو بعد بكرة، أنت أن المسيح في مجيئه. فضل أخي الحبيب. طبعا بس حضر أسيس كتير قوي يفتكروا دي حقيقات طلعت، نعم، إن الله يهمه الروح والنفس لكن ما يهموش الجسد. نعم. لا، الله خلق الإنسان روح ونفس وجسد. فدى الروح والنفس، وقبلناه بالإيمان أحكي عنها شوية، لكن برضو فدى الجسد. عشان كده مثلا في آخر أصحاح في تسالونيك الأولى 5 يقول في عدد 23 وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. إذن على الصليب المسيح دفع لينا ثمن فداء أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا فستحفظ كاملة إلى يوم مجيء المسيح. علشان كده في نفس الأصحاح اللي احنا بنتأمل فيه النهاردة مرة يحكي عن إن احنا أخذنا روح التبني، يعني في عدد 15 بيقول إن احنا بل أخذتم روح التبني، ده الشيء في الماضي. فأنا يوم ما بعرف الرب مخلص شخصي لحياتي، مولود من الله، مغسول بدم المسيح، ساكن فيه الروح القدس، أنا أصبحت ابن الله. عشان كده وإحنا أخذنا روح التبني وأقدر بحسب الترنيمة أقدر أقول له يا أبويا. لكن منتظر بنفس اليقين لما قبلت الخلاص أن جسدي الذي تألم والذي عاش في الألم أنه أيضا سيفدى. عشان كده يقول متوقعين التبني فداء أجسادنا. خلاصنا ليس خلاص في الماضي لكن هو خلاص في الماضي والحاضر والمستقبل. أحكي على خلاص الماضي لما يقول الذي خلصنا في المساوس الثانية 1 الذي خلصنا ودعانا. لكن في فيليبي 3 يتكلم على انتظار مخلص. في فيليبي 23 الآية المشهورة فإن سيرتنا نحن هي في السماويات التي منها أيضا ننتظر مخلصا. فإحنا خلصنا وتبنينا يوم أن عرفنا رب مخلص في حياتنا. لكن بنفس هذا اليقين نتوقع التبني، يعني نتوقع فداء أجسادنا، لأنه على المسيح على الصليب خلصني في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أيضا. آمين آمين. أشكرك جدا أخي الحبيب. أخ سمير، طبعا تشديد الروح القدس لنا حتى من مش بس في الداخل بإعلانات الروح، لكن أيضا من خلال كلمة الله المباركة. الكلمة المباركة بالكتاب بيقلنا كتير أشياء. يعني المسيح مثلا قالنا بيوحنا 14 أنا ذاهب لأعد لكم مكان. البعض بيقول أنه لكي يعد عمل الصليب، البعض الآخر بيقول لك لكي يعد لنا المكان الأبدي. بس بكل الحالات بيقلنا عبارات، بيقول ومتى أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. يعني ده واحد لما بقراه في الكتاب بشجعني. لما بقرأ بسفر الرؤيا بيقول لك أنه الروح أي الروح القدس والعروس يقولان أمين تعال أيها الرب يسوع. ليه؟ لأن الوعد بالمسيح بيقولها أنا آتي سريعا. مواعيد كتير بتعزيني. فرحلة البرية صعبة، لكن في مواعيد في الكتاب وفي راحة وتعزية بالروح في قلبي أنا. فأنا كمؤمن ما عنديش حجة ضل أني أقول يا عمي العالم صعب وأنا مش قادر أكمل، والرب عارف الوضع. بس الرب عاطي تعزيات بالروح القدس في للمؤمنين، وعاطي وعود في الكتاب للمؤمنين حتى يقدروا يكملوا الرحلة بقوة وعزم ويمجدوا اسمه في برية الحياة إلى أن يأتي وقت مجيء المسيح. هو ده العدد بتاع 24. نعم. لما بيقول لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء.
لأن ما ينظره الإنسان أو ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. الموضوع في الحقيقة هو انتظار الرجاء، يعني انتظار تحقيق الرجاء، تحقيق الرجاء. نعم، عشان كده هو يقول الرجاء شيء نتوقعه ونمسك به لأنه يعطي لنفس ثباتا واستقرارا ورسوخا. لما يكون عندي هذا الرجاء في قلبي زي ما قريت حضرتك به يطهر نفسه كما هو طاهر، وفي نفس الوقت يعطينا ثبات ويقين ان لابد ان ما وعد به الرب لابد ان يتممه. عشان كده هو يقول الرجاء الموضوع امامنا هو لنا كمرسات للنفس مؤتمنه وثابته. ده الكلام ده في عبرانيين 6. نعم، انه رجاء، رجاء حي بالنعمه، رجاء صالح، رجاء حي ولا يغزى ولا يغزي. نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، لان الاشياء التي ترى وقتيه، اما الاشياء التي لا ترى فهي ابديه. نعم، يعني احنا مش بنبص للامور ان احنا هنكون في يوم من الايام او هنبقى يعني حاجات زي كنا نتمناها. لا، ده احنا اكتر من كده، اكتر من كده بما لسنا نعرف، يعني الان نعرف بعض المعرفه، لكن يقول الكتاب سنعرف فيما بعد. مهما كان مهما كان تخيلاتنا عن هذا الرجاء احنا برضك عاجزين وقاصرين، لكن في نفس الوقت هيجي الوقت اللي فيه نظهر امام الله ونظهر امام الناس اننا نختلف خالص عن كل الناس الاخرين. عشان كده مهم ان احنا نعيش على هذا الرجاء ونصبر، ويقول الكتاب صابرين في الرجاء فرحين في الضيق، او صابرين في الضيق وفرحين في الرجاء. نعم، رب يعيننا عشان نحتاج الى الصبر، لان عن طريق الصبر هيتحقق الرجاء. لاننا نحتاج الى الصبر حتى اذا صنعنا مشيئه الله ننال الموعد. خلينا نكون فعلا امام هذا الحقائق الالهيه، اننا نتاكد تماما ان لابد ان الرب اللي وعد به هيتممه، لان ليس انسانا فيكذب او ابن انسانا فيندم. فالرب يستطيع ان يحقق اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب قوته التي تعمل فينا. فالرب يعيننا عشان نتمسك بهذا الرجاء راسخين متاكدين ان لابد هيتمم الرب الوعد المبارك وتفضل اجساد ونكون مع الرب كل حين. هذا هو سر عزائنا لما يقول الكتاب عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام. امين امين امين. اخ سعيد، قبل ما طبعا بالنهايه رح ناخذ ترنيمه ونختم فيها ونطلع من الحلقه، نخرج من الحلقه بالترنيمه، بس بتحب تعلق التعليق الاخير قبل ما نبتدي يعني نختم الحلقه؟ انا عايز اقول ان الرب جاي. نعم، كل العلامات اللي بتحصل حاليا واللي حوالينا بتقول ان الرب قريب جدا. نعم، جدا. انا ما اعتقدش ان في حاجه تاني فاضله علشان الرب يقول انا جاي. حروب واخبار حروب اوبئه وزلازل وامه تقوم على امه وكل العالم مرتبك. خلاص، هو فعلا الرب جاي. فنفسي اقول لكل واحد مش متمتع لا بحريه دلوقتي ولا هيتمتع بحريه بعدين، يقبل المسيح فرصه. لان خلاص ما عادش في وقت تضيع في الخطيه، وما عادش في وقت تديه لاي حد ولا الابليس. لكن وانت قاعد تصلي وقول يا رب اقبلني، نفسي يمكن حاجات كتير ضاعت في حياتي دلوقتي، نفسي استمتع معاك يا رب، نفسي اتمتع بالحريه، نفسي ما اخسرش الارض واخسر الابديه، نفسي اكون معاك يا رب واقبلك مخلص شخص لحياتي. امين، اشكرك جدا. طيب رح نرجع معك اخيرا ونختم بالترنيمه، بس نتكلم مع الاخ الاسيس سامي. أمين. اسيس سامي، طبعا في مواعيد رائعه جدا باشعياء، مثلا بيقول اشعياء 35:4، وهذا الاصحاح كثير مرتبط بمجيء المسيح، بيقول قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا. يلي يا مؤمن يلي قلبك خايف وظروفك صعبه في اي مكان انت، تشدد وما تخاف. وبعدين بيقول هوذا إلهكم، رب جاي. الانتقام يأتي، لابد الناس اللي جازونا، الإنجيل بيقلنا برسالة تسالونيكي أنه سيجازيهم شرا، لأنه هم طبعا لم يطيعوا الإنجيل ولم يعرفوا الله ورفضوا أن يتوبوا. لهوذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. ناطرين، نحن منتظرين فداء الأجساد. فأخ سامي، أسيس سامي، نحن طبعا مواعيد كثيرة بتعزينا رغم الآلام الحاضرة،
والظروف الصعبة اللي بنمر فيها، وخاصة إذا طولت الرحلة مع البعض، ماذا تريد أن تقول في الختام بآخر الحلقة ومنودي حضرتك بعدها؟ أمين. في الختام هذكر الآية الأخيرة اللي في نفس الجزء الأول: حتى نحن الذين لنا بركورة الروح نحن أنفسنا أيضا إن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. نفس الفكرة قالها رسول بولس في كورنثوس الثانية، يتكلم برضو على الأنين والانتظار. فقال في كورنثوس الثانية: لأن مشتاقين، كورنثوس الثانية 5، ولأن مثقلين. فإحنا هنكون ما بين لأن مثقلين لما الألام تكون شديدة، لكن نقدر نرفع عينينا ولأن مشتاقين. فأترك لإخواتي إنه بدل ما إنه مثقلين، وهذا كثيرا يحدث، خلينا لأن مشتاقين لذلك اليوم الذي سيمسح الله كل دمعة من عيوننا والموت لا يوجد فيما بعد. رب يبارككم. آمين آمين. أشكرك جدا أخي الحبيب. رح ناخد طبعا ترنيمة، بس رح نعلق التعليقات الأخيرة ونسلم الأخ الحبيب الأخ سعيد للترنيمة. مثل ما سمعنا من الأسيس سامي، أحبائي خلينا مش إن خلينا نطوق، نطوق لمجيء الرب. الإنجيل بيقلنا أنه طالبين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، بطرس الرسول بيقولها. فالرب يساعدنا أنه ما نشغل نفوسنا بالعالم الحاضر المليء بالمشاكل والصعوبات، لكن نشغل نفوسنا بأنه منتظرين المسيح، مثل العروس اللي منتظرة عريسها، والكنيسة هي عروس المسيح بالمفهوم الروحاني. اشغل نفسك في مجيء الرب، اشغل نفسك بالأمجاد، خلي فكرك هناك. كما يقول بولس الرسول: إن كنتم قد متتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اطلب، فكر بالأشياء السماوية، تنسى الألام الموجودة حاليا، ألام الزمان الحاضر، وهيك بتنتصر أكثر. وفكر أنه يوما ما رح توقف قدام المسيح، وكوكيل، لأنه رب عطاك وكالة للخدمة ولمجد اسمه، رح تقدم حساب وكالتك. فكر أنك كيف تستغل الوقت الحاضر لحد ما تقدر توصل للسماء وتقول له: يا رب أنت سلمتني بعض البركات والوكالات، وأنا يا ربي من كل قلبي حاولت أني أكون أمين في هذا الأمر. انشغل في خدمة الرب، انشغل في محبة الرب، انشغل في مجيء الرب، وحاول تحب أخوتك وتحب العالم الهالك. الناس الأشرار محتاجين للمسيح، والرب يعطيك نعمة تقدر توصل رسالة الخلاص والإنجيل لكل من هم حولك. أخ سمير، آخر كلمة ومسلم الترنيم للأخ الحبيب. الحقيقة الموضوع موضوع شيق جدا، نعم، وبيعبر فعلا عن حياتنا. حياتنا كلها أنين وألام، لأن العالم أو الأرض مسلمة للشيطان. لكن هيجي الوقت اللي فيه تتحرر الأرض بكل ما فيها بمجيء ربنا يسوع المسيح. المؤمنين أيضا هيتمتعوا بالحرية الكاملة، وهيتمتعوا أيضا بقوة الروح القدس، وهيتمتعوا بحياة الشركة والاقتراب إلى الله. كل ده هيحصل فجأة. فعشان كده هو: هل أنت مستعد؟ هل أنت متوقع فعلا مجيء الرب في أي لحظة؟ هل أنت جاهز عشان تقابل الرب؟ إذا ما كنتش جاهز، دي فرصتك. سلم حياتك للرب، اخضع لمشيئته، وسلم أمورك ليه، والرب سوف يتعامل معك بالنعمة ويخلصك، وبعدين يكون ليك الأمجاد والبركات السماوية. آمين آمين آمين. طبعا قبل ما سلم الترنيمة الأخيرة، بذكر حضراتكم أنه خاصة الذين لما يختبروا خلاص المسيح، كيف بتصير إنسان في المسيح؟ شغلة بسيطة، ما حدا يخدعك ولا يقلك أنه كأنه الموضوع مستحيل ولازم تنتظر سنين. لا، الإنجيل بيقلنا أنه إن آمنت بقلبك بالرب يسوع المسيح واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. رومية 10. الرب يسوع بيقول: من كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تجي لعنده بيقبلك، كل اللي عليك تعمله قل له: أنا بقبل خلاصك، بقبل موتك على الصليب نيابة عني لأجل فدائي. أنا بؤمن أنك أنت أخذ جسد من العذراء مريم المطوبة حتى تقدم ذبيحة لأجل كل واحد منا، لأنه أنت كامل ومحدش غيرك كامل. أنا بقبل كل تدبيراتك، كل تدبير عملته أنا بقبله. فاقبلني يا رب، وبصلي من كل قلبي انه يا رب عيش لشخصك كل ما تبقى من ايام حياتي. بصلي وبعطيك المجد باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. بسلم الترنيمه للاخ الحبيب وبودي حضراتكم، الرب معاكم. يا ايها الفادي اليك حنيني ولرؤيتي
في جميع ديوني بدم جرى فوق الصليب ثميني بدم جرى فوق الصليب ثميني يا سائحا نحو السماء تشددا أنت الحبيب فلا تخاف شر العدا أضحى انتصارك بالصليب مؤكدا بل إنني عددت عن ديان المدى لك منزلان في غاية التزيين لك منزلان في غاية التزيين هات الأحاديث التي تنفي الكدر عن سيد المحبوب ما طال السفر عل الفؤاد يا كل يوم بخبر عن موفلي شوق إليه قد استعر فلعلها من حرقتي تطفيني فلعلها من حرقتي تطفيني حملوا الصليب وما استحوا بي في البشر بل ما ابتغوا حظا سوى اسم المحتقر فليجلسوا حولي على عرش الظفر وليلبسوا أكليل مجد قد بغر وليشبعوا من نعمة بيميني وليشبعوا من نعمة بيميني أمين. ربي باركك وأشكركم جدا. إلى اللقاء أحبائي بنعمة رب يسوع المسيح بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. ربي يبارككم ويبارك كل عائلاتكم وكل من هم لكم. ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة